هو دابا اليوم كان الافتتاح، كنت الحمد لله يعني اصداء زوينه لهنا، لان الفيلم دار لي افتتاح في 4 ديال اللي صار في المغرب، دار في فاس وفي مراكش وفي طنجه وفي كازا، نفس الجمهور نفس الاصداء نفس يعني الناس الحمد لله احترمت الفيلم عجبوها. الفيلم هو فيلم من الكوميديا داكشن الطريقه اللي كنخدم عزيز داداس مع مجموعه ممثلين اللي مزيانين، ونتمنى الجمهور المغربي لو 13 ان شاء الله انه يدخل ويكتشف معايا هاد الحويجات هذه اللي وقعت اليوم، ويكون بنفس الرياكشن نفس الرياكشن اللي كانت اليوم مع الجمهور. القصه ديال البوليسي مزور، هذا موضوع ديال انتحال صفه بشكل كوميك، ناقشنا فيه مجموعه مواضيع من الغبره من السرقه من 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 يعني من تجاره في الاعضاء، ولكن بشكل كوميدي. ونتمنى بالله سبحانه وتعالى انه يكرمنا بالجمهور كيكرمنا في افلام كاملين اللي فاتوا، ويدير توا ان شاء الله العام ولا العام ونص ان شاء الله. اولا شكرا على الاستضافه. الفيلم كيفاش كنشوفه انا الفيلم يعني ضحكت وقيلا انا الاولى، لان الفيلم في المستوى في المستوى الفيلم غزال هائل بتقنياته باضاءته بكل شيء ليه، الممثلين جاولوا لفضيله بن موسى عزيز داداس كليله كنعتذر الى نسيت شي سميه لان تبارك الله ما شاء الله عليهم، الادريسي يعني واحد المجموعه ديال الفنانين اللي كانوا كاينين ممثلين تبارك الله في المستوى. عجبني الفيلم وضحكت تبارك الله على سيدي عزيز داداس ما شاء الله عليه، والفضل كيرجع لسي إدريس المريني اللي كان وجه لي التحيه وكنقول لي تبارك الله عليه. وهذا ماشي اول فيلم ديال إدريس المريني، فاعماله اللي دازت كتحكم عليه، افلامه كلها في المستوى المطلوب، لا مسلسلات ولا اللي تالي فيلم جاولو ولا، ولكن نتمنى ليه عوده اخرى من السينما ونكونوا مع إدريس المريني.